كنت متبوء شي شويه، كانوا مشاكل كثيره يعني ما كنتش مرتاح. الا بغينا نقولوا بيني وبين الدوله اللي خلاتني والصراحه ما نكذبش عليك، هذيك البنت مسكينه كانت عايشه واحد الظروف صعيبه شي شويه، وكنت لقيتها وشرحت لي الوضعيه ديالها اللي كتعيش فيها هي وبنتها وداك الشيء. السلام عليكم، معكم الياس قراري، 38 سنه، ولد قنيطره، عندي محتوى عنده علاقه بالسجن. الصراحه قبل من يوتيوب كانوا مشاكل كثيره يعني ما كنتش مرتاح، وخا كنت كنحاول نكون مرتاح وكنت قاتل باش نبقى مرتاح، مي ما كنتش كنكون مرتاح، كنت متبوع شي شويه. من بعد يوتيوب الحمد لله يعني كانت واحد الثقه الا بغينا نقولوا بيني وبين الدوله اللي خلاتني يعني نزيد نجتهد ونزيد نعطي اكثر. يعني انا كنت كنتسنى غير الفرصه، وان شاء الله من تعطتني الفرصه يعني انا توكلت على الله ودرت الحمد لله هادشي اللي درت. مستحيل، ما عمري فكرت اني نرجع ولا شي نهار غادي نرجع، وانما انا فوز داكشي وكنت عارف راسي غنخرج من داكشي. اكيد السجن هو اللي خلاني نبدل حياتي اكثر من اي حاجه اخرى. علاش؟ لان جلست فيه مده طويله يعني. موت شي حاجه زوينه اخويا ربيع. هذا السؤال كان تطرح عليا ديجا، وانت نيت اللي كنتي سولتيني هذا السؤال اخي ربيع. ما نكذبش عليك يعني الاحساس ديال الموت يعني راحت البال. انا كنقولها حيت اخرتها موت، والانسان يدير علاش يولي ويدير باش يلقى مولاه. هادشي اللي كاين اخويا ربيع، داكشي علاش انا بالنسبه لي الموت شي حاجه فيها راحه البال. والصراحه ما نكذبش عليك، هذيك البنت مسكينه كانت عايشه واحد الظروف صعيبه شي شويه، وكنت لقيتها وشرحت لي الوضعيه ديالها اللي كتعيش فيها هي وبنتها وداك الشيء، وقبلت الفكره يعني. قلت لها ان شاء الله غندير معك واحد اللقاء اللي غنخليك تكلمي على داك الشيء اللي حاسه به واللي ضرك واللي خلاك بعيده على عائلتك هذه المده كامله. وان شاء الله يعني اكيد غادي العائله ديالك مي غتشوف هذا اللقاء ديالي معك ضروري ما غتعاطف معك، ضروري ما غتحس ببنتها، وغادي يحاولوا يتواصلوا معك. وبالفعل الحمد لله يعني صراحه خدا شويه الوقت داك الشيء، مي الحمد لله يعني تواصلوا مع العائله ديالها ورجعت العلاقه مزيانه. هذا هو المهم يعني، المغزى من ذاك البرنامج اللي كنت درت، وان شاء الله مازال غادي نرجعوا ذاك البرنامج. غير كان شويه الوقت مضايقنا وما قدرناش باش اننا نوفقوا ما بين قصص السجن وقصص انسانيه بحال القصه ديال الاخت ساره. كان نوجه لها التحيه من هذا المنبر. الحمد لله الحمد لله، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ان انا الهدف من ذاك اللقاء ديالي معها هو انها ترجع علاقتها بالعائله ديالها وترجع حياتها العاديه. والحمد لله الحمد لله ربي وفقنا. أصل خرج راه استاذ ديالنا وصديق ديال ما نقولوش الطفوله، وانما صديق ديال الطيش. الوقت اللي كنت انا طيش كان سي الخراز ضابط ممتاز، وكانوا بينه وبينه مطاردات وتكونت بينه وبينه صداقه في التحقيق، وبقات واحد العلاقه زوينه. انا انسان طيب وخلوق يعني ما غيظلمكش. صافي، وموراها كان جاني واحد التكريم ديال الفيلم ديال الاسطوره، كنا عرضناه في المركب الثقافي، واتصلت بسي الخرازي قلت له الى ما كرهتش تشرفنا باش تحضر معنا للتكريم، وعجبته الفكره وجا وخدينا صور مجموعين وضحكنا شويه قدام الجمهور، والحمد لله داز داك الشيء زوين. ومن بعد جات الفكره علاش لي ما نديروا شي عمل مشترك، وصافي تما بدينا كنخدموا اونصومبل. خصني نعاود داك الشيء حاجه ما تعاودتش. لا الصراحه ما زيرنيش، انا كنت مدابز مع البوليس في الجيول في واحد الملف ديال التحقيق، كانوا كيحقوا معايا بخصوص التجار وشي سارقه الدرجات الناريه، وطلعوني لواحد البلاصه بعيده على الكوميساريه كانوا كيسميوها لاباك. ودابا انا فاش بقيت كنتغاوت معاهم وداك الشيء، ودس واحد الكرسي وقطع لي السروال، وبقى معايا مسكين السي الخراز. عيط للمواطن الدار وجابوا لي الحوايج ودخلني لواحد البيت وثق فيا. يعني انا راه كنت ديك الساعه كيديروا لي المينوط في الصباح وفي العشيه ما كيعيدوش لي، علاش؟ لان كنت شويه كندابز معاهم. ما يصير خرج مسكين، عيط للعائله ديالي وجابوا لي الحوايج ودخل معايا لواحد لاشومبر وعطاني الحوايج وقال لي بدل حوايجك وقال لي مسكين يعني انت ود عائله ونقي يعني خرج ودير عقلك، وبعد ما هاد المشاكل وهذه راه فايته، هذه تشديتي عليها، حاول انك ما تعاودش ترجع للحبس مره اخرى. صافي، هذه هي البدايه ديالي معاه باش خرجت وتلقيته شحال مره. فيما نتلاقى نبوسلو راسو ونسلم عليه، علاش؟ لانه انا اللي كنت كنخرق القانون، فهمتي اخويا ربيع؟ يعني انا اللي كنت كندير شي حوايج باش كيديوني لعند البوليس. اما هذوك الناس الصراحه قد ما تعاملوا معايا خايب شي وحدين فيهم، قد ما تعاملوا معايا بزاف فيهم زوين. الجديد ان شاء الله واحد المحتوى عنده علاقه بالسجن، غيكون بحال شي برنامج فيه مجموعه ديال السجناء، غنكونوا في رحله وغيدور بيناتنا واحد النقاش حاد حول الحياه ديالهم اليوميه، كيفاش خرجوا من المشاكل اللي كانوا عاشوا، يعني المعاناه ديالهم اللي كيعيشوها في الوقت الحالي، واش باقي انت فكرانهم غيرجعوا للحبس مره اخرى؟ يعني فهمتيني، غنحاولوا ما نبقاوش
في نفس السياق ديال الياس قراري، وانما الياس قراري غادي يبحث على ناس عاشوا ظروف بحال الياس قراري وغيبارطاجي معاهم ان شاء الله هذا البرنامج. وكاين الفيلم ان شاء الله ولاد المعلم غيكون بامكانيات كبيره ان شاء الله. وصراحه نشكر الناس اللي تعاطفوا معايا بزاف، يعني انا حب الناس في ذاك الوقت اللي مشات لاشين يعني فريمون ما بقاتش فيا لاشين قد ما بقاو فيا الاعمال اللي كنت درت في لاشين ديالي. والحمد لله يعني لقيت واحد التعاطف كبير، لا الدراري اللي عندهم محتوى تسجل، لا الناس اللي عندهم محتوى في يوتيوب، لا المغاربه الحمد لله تعاطفوا معايا بشكل كبير، والحمد لله الحمد لله يعني بواحد المجهود كبير يعني، وساعدونا مجموعه من الناس اللي منهم الاخت اسماء والاخ والصديق ربيع و ام سي طالب، حتى هو كنشكرو من هذا المنبر يعني بزاف الناس اللي وقفوا معايا فاش مشات لي لاشين. والحمد لله يعني عرفت بان الحمد لله عندي جمهور، ولكن هذا الجمهور عندي فيه اصدقاء بزاف وكنعتبرهم عائلتي الثانيه. اولا تنشكر اليوم السابع على الاستضافه خويا ربيع، تنشكرك على زيارتك ليا، راك عزيز وغالي، وان شاء الله كنوعدكم باش مازال نزيد نعطي ان شاء الله في المحتوى ديالي، وزيدوا تابعونا وتنبغيكم بزاف. مع اخوكم الياس قراري. كلمه اخيره للمتتبعين ديالي اللي مازال ما تابوناش، يتابونا في لاشين يوتيوب ديال خو الياس قراري، وان شاء الله نجيب لكم جديد. تنبغيكم بزاف، مع اخوكم الياس قراري.